بسم الله الرحمن الرحيم. ما كنز عظيم من كنوز السنة، حديث عظيم، ذكر جامع. هذا الذكر لا يقدر بحسنات، لا يقدر بحسنات. لو أني قلت مليارات مليارات الحسنات لم أبالغ. رواه الإمام الحافظ السيوطي في كتابه الحبائك في أخبار الملائك، ورواه الإمام أبو القاسم الرافعي القزويني. الإمام أبو القاسم الرافعي القزويني هو إمام ولد في قزوين، الشافعي المذهب، إمام معتبر، ثقة، مجتهد، معتبر عند جمهور العلماء. أخرج هذا الكتاب في كتابه أخبار قزوين، وأخرجه أيضا الإمام السيوطي في كتابه الحبائك في كتاب في 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 أخبار الملائك من حديث أنس بن مالك. الحديث يقول: إن الله تعالى ملكا في السماء له ألف ألف رأس، في كل رأس ألف ألف وجه، وفي كل وجه ألف ألف فم، وفي كل فم ألف ألف لسان، يسبح لله تعالى بكل لسان بلغة. فقال هذا الملك لرب العالمين سبحانه وتعالى: هل خلقت أحدا من الخلق أكثر تسبيحا مني؟ هل خلقت أحدا من الخلق أكثر تسبيحا مني؟ فقال له: نعم. رجلا من بني آدم. فقال له: يا رب، أتأذن أن أزوره؟ قال له: نعم. فذهب الملك إلى هذا الرجل. طبعا في ثابت في حديث صحيح كتير إن الملائكة كانت، يعني الملك كان بيأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلبي، والحديث الصحيح بتاع بني إسرائيل بتاع الملك اللي راح لهم في سورة إنسان، فالملائكة بتزور بني آدم في صورة بشرية، والملك اللي استوقف الراجل اللي كان راح يزور واحد ما فيش بينه وبينه أي مصلحة، فقال له أنا قال له بتزوره ليه؟ قال له: بحبه في الله. قال له: أنا ملك من السماء الرابعة بعثني الله إليك وبشرك بأن الله تعالى يحبك لحبك هذا الشخص، وهو كان ملك. فملائكة بتنزل في صورة بشرية. فالملك زار الرجل ده في البيت، فبات عنده سلاسة، بات عنده 3 أيام. فقال له: يعني هلك عمل غير ذلك؟ بتعمل أي عمل تاني صالح غير ده؟ قالوا: لا، هو ده بس. تعال بقى الحال الحديث. الحديث بيقول الملك له ألف ألف، في رواية تانية ألف بس، لكن نحن نحتسب إن شاء الله إنها ألف ألف. والله سبحانه قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء. يبقى ألف ألف رأس، في كل رأس ألف ألف وجه، يبقى أضرب مليون في مليون في مليون في مليون عشان توصل لكام لسان. يبقى الملك ده بيسبح بمليون مليون 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 لغة، كل لغة غير التانية. الرجل الصالح اللي بيسبح بالذكر ده فاق هذا الملك بالتسبيح. يبقى الحديث ده او الذكر ده يقدر بحسنات؟ لا، ما يقدرش بحسنات ولا مليارات مليارات الحسنات تساوي هذا الذكر. طب الذكر بقى بيقول ايه؟ الذكر بيقول، طبعا معلش المقدمه دي عشان توريكم اهميه هذا الذكر. يقول: سبحان الله عدد ما سبحه المسبحون من قط الى الابد اضعافا مضاعفه ابد سرمدا الى يوم القيامه. سبحان الله عدد ما سبحه المسبحون من قط إلى الأبد أضعافا مضاعفة أبد صمدا إلى يوم القيامة. والحمد لله عدد ما حمده الحامدون من قط إلى الأبد أضعافا كذلك. كذلك يعني معناه إيه؟ كذلك معناها زي الذكر اللي قبله، أبدا صمدا إلى يوم القيامة. ولا إله إلا الله عدد ما هلله المهللون منذ قط إلى الأبد كذلك. والله أكبر عدد ما كبره المكبرون منذ قط إلى الأبد كذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما مجده الممجدون منذ قط إلى الأبد كذلك. الخمس أذكار اللي هم باقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فأنت بتقول ليه؟ أنت بتقول سبحان الله عدد ما سبحه المسبحون منذ قط، يعني منذ بيت الخليقة إلى يوم القيامة، أبد صمدا إلى يوم القيامة أضعاف مضاعفة. طب في كم مخلوق بيسبح ربنا سبحانه وتعالى؟ كل المخلوقات على وجه الأرض بتسبح ربنا سبحانه وتعالى، حتى الجمادات.
يبقى الحيوانات، الحشرات، الطيور، الملائكة، الجن، البشر والجمادات كله بيسبح. انت بتقول ايه؟ سبحان الله، عدد يسبح، ده في تعظيم لعدد خلق الله سبحانه وتعالى. كل هذه الخلائق من ساعة من بدء الخليقة إلى يوم القيامة أضعاف مضاعفة. يبقى كانت بتقول سبحان الله كم مرة؟ طب نفس الكلام الحمد لله، نفس الكلام الله أكبر، نفس الكلام لا إله إلا الله، نفس الكلام لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ذكر جامع ولا مش جامع؟ يقدر بحسنات؟ لا يقدر بحسنات. ولا مليارات مليارات الحسنات. فهو سهل. سبحان الله عدد ما سبحهم مسبحون منذ قط إلى الأبد. أضعافا مضاعفة أبد، أضعافا مضاعفة أبد سرمدا إلى يوم القيامة. بعدين تقول الحمد لله عدد ما حمده الحامدون منذ قط إلى الأبد أضعافا كذلك. لا إله إلا الله عدد ما هللوا المهللون منذ قط إلى الأبد كذلك. الله أكبر عدد ما كبره المكبرون منذ قط إلى الأبد كذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما مجده الممجدون منذ قط إلى الأبد كذلك. ذكر عظيم جدا. فقلت نقول حتى مرة في احتساب الأجر إنك هتاخد ثواب لا يقدر بحسنات، واحتسب الأجر إنك لو واظبت على الذكر مع عمل الفروض والنوافل وهو يتصل به إن شاء الله تكون من ذاكرين الله كثيرا والذاكرات تتصل به الفردوس الأعلى بإذن الله. فقلت إن شاء الله هذا الحديث العظيم. أقول قولي هذا، استغفر الله.